اسعد الله مساكم مشاهدينا، نرحب فيكم في حلقه جديده من برنامج سلام يا كويت عبر شاشه تلفزيون الكوت. نلتقي معاكم اليوم بالفقره الاولى وناخذ موضوع مهم جدا، يمكن يهم الادباء، يهم الكتاب، وهذا الموضوع يختص بين الروايه اذا كانت الكتابه في اللغه العاميه او في اللغه الفصحى. يمكن بعض الناس يفضل هذا الجانب والبعض الاخر يفضل الجانب الاخر، ولكن يبقى مثل ما نقول دائما كل شخص وذوقه، ولكن البعض يمكن ما يعجب الروايه باللهجه العاميه، يقول باللغه الفصحى تكون افضل او اقوى. حبينا ناخذ هذا الموضوع في هذه الفقره مع ضيفتنا ونتكلم معها اكثر في هذا الموضوع. رحبوا معنا في ضيفتنا الاستاذه فاطمه الخياط، وهي الكاتبه الروائيه. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه استاذه فاطمه. الله يعافيك. قبل لا نبدا الحوار معك عندنا تقرير نشوفه ونرجع ان شاء الله الى حوارنا. خلينا نشوف التقرير. عاد السجال ليستعر مجددا بين الداعين لالتزام اللغة العربية الفصيحة لغة واحدة في الكتابة الروائية، وأولئك الداعين لاعتماد اللهجة المحلية سبيلا في التعبير عن المشهد الروائي. وإذا كان السجال قد استعر في خمسينات القرن الماضي، رفض خلاله عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين رفضا حاسما أي تعبير باللهجة المحكية باعتباره قصورا ومنقصة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي الآن تعتمد في شيوعها وانتشارها اللهجة المحكية في التعبير والتواصل، قد دفعت بعض المواهب الشبابية الروائية الآن للتفكير جديا في الكتابة باللهجة المحكية، متخذين من خلق الجو وتقديم الموقف الحياتي الطبيعي حججا بليغة فيما يراها الكثير من النقاد الروائيين واهية، ولا تعدو كونها نوعا من التغطية عن قصور في مهارات العربية الفصيحة وملكاتها وقواعدها. رجعنا معكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير. استاذة فاطمة، خلينا بداية ناخذ معاك هالسؤال. تفضل. يمكن من فترة لفترة نروح ونرد ويرجع الكلام مرة ثانية عن الرواية اللي باللهجة العامية، ونسمع يمكن نقول انتقاد من البعض انها غير مناسبه، ان اللغه الفصيحه تكون افضل من اللغه او اللهجه العاميه. ايش رايك بالكلام اللي يدار من فتره الى فتره؟ من ناحيه اللي يدار، الكلام اللي يدار، اوكي انا وياهم، وانا ارفض اللهجة العامية بالكتابة أمانة. أنا من ناحيتي أرفض اللهجة العامية، أرفض اللهجة العامية. أنا كل كتاباتي عندي ثلاثة إصدارات، إصدار باللغة الإنجليزية وإصدارين باللغة العربية الفصحى، لكني أرفض الكتابة باللهجة العامية، عفوا مو اللغة العامية، لكن ما أرفضها بشكل قطعي. أنا أرفض أني أنا أكتبها، لكن بس خلينا ناخذ الأسباب بعد ليش ترفضها. إيه أنا أقول لك أرفضها، لأن أول شيء اللغة تكون ركيكة، يعني لما اي اكتب اكو اشياء ركيكه. انا لما استخدم اللغه العربيه انا قاعد اقوي اللغه عندي، اما اللهجه العاميه كني قاعد اسولف مع رفيقتي مثلا بالصف، او اذا كنت طالبه قاعد اسولف معها بالصف، او انا قاعد اسولف مع رفيقتي معاها بمطعم قاعد اطلب اكل، هذا انا قاعد اسولف او قاعد اسوي اي شيء ثاني. لان البعض يشوفها عفويه وقريبه للنفس، يعني بما انها لهجتنا. يعني انا اقول لك ليش بعد ارفضها، اذا شفت مثلا اللهجه العاميه، مثلا عندي انا مني بالكويت لما اتكلم باللهجه العاميه اوكي المحيط الكويتي يفهمني، الخليجي ممكن يفهمني، لكن اذا رحت مثلا المغرب العربي، دول المغرب العربي ما راح يفهموني ترى، مستحيل. اي حتى مثلا لو انا اقرا كتاب باللهجه المغربيه انا مني بالكويت مستحيل اني افهمها. صحيح. بس لكن اذا انا كتبت باللغه العربيه كل العرب راح يقدرون يقرونها. كل العرب راح يقدرون يقرونها. فهذا اما اني ارفضها، انا ارفض اني اكتب، لكني ما ارفضها بشكل يعني انت سبب رفضك الاول بان ما يعطي ذاك الانتشار المطلوب. الانتشار المطلوب. انا مثلا مو مبدا ان انا ابي اصير مشهوره، لكن مبدا اني ابي اوصل فكرتي او ابي اوصل كتابي حق جميع شرائح المجتمع العربي، وليس مجتمع مثلا الخليج او مجتمع الكويتي. انا قاعد اتكلم عن الوطن العربي كله. فلما الشخص يكتب بالعامي ما راح يقدر يوصل الانتشار اللي هو يبي. اوكي انتشار محلي، انتشار مثلا خليجي اذا كنا قاعد اذا كان اللهجه الكويتيه المحليه، لكن ما راح يقدر يوصل كل مثلا لو اودي مصر، مو كل في مصر راح يقدرون يقرون او راح اوكي يفهمون، بس مو كل الكلمات راح يقدرون يفهمونها. صحيح. على الطريق
انا ما اقول لك انه ما في افكار حلوه، لا، في افكار حلوه بروايات باللهجه المحليه، في روايات حلوه وافكارهم حلوه، لكن تبقى في محيطنا، ما تاخذ تبقى في محيطنا، واللي يعني اللي يخليها شوي ان شلون يعني اللي يضعف الروايه نفسها ان هي مو باللغه العربيه. نعم، في من يقول ان وسائل التواصل شوي اثرت في موضوع الكتابة وشجعت على الكتابة باللهجة المحلية، يعني فيسبوك، انستغرام، تويتر، انت مع هالطرح؟ انا اشوف انه وايد صح ان مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت في انتشار خلينا نقول روايات اللهجة العامية. مثلا قبل فترة، خلينا نقول قبل كم سنة، قبل 5 سنوات كان عندنا اللي هو المنتديات، الحين ماكو شيء اسمه المنتديات، المنتديات كان وايد يكتب مثلا روايات بالمنتدى نفسه تكون رواية مو باللغة العربية، أغلبها تكون ترى بالعامي، حتى الحين الروايات اللي بالإنستغرام صورة وتحتها رواية وتكملة تكملة، إذا شفتها ترى هي كلها باللهجة العامية، فالقارئ خصوصاً المراهق، أكثر شيء المراهق نفسه لما يجي يقراها يحسها إنه قريبة منه، تلامسه، لأن مثلاً الكاتب يكون من نفس العمر وقاعد يكتب باللهجة نفس اللهجة والكلمات مثلاً الشائعة، مثلاً خلينا نقول خصوصاً إن اللغة العربية الفصحى مو دارجة حيل عند الشباب الصغار، يعني مع انهم ياخذونها بالمدرسه ولا يعني بالمدرسه، لكن خلينا نقول مثلا الكويتي اكثر، مثلا واحد بالكويتي اكثر، يعني مثلا خلينا نقول المدرسه هي حصه واحده بالعربي، ترى باللغه العربيه حصه واحده 45 دقيقه ولا ساعه وباقي اليوم قاعد يتكلم بالكويتي، ف ان المعلم ما يقدر يعطي اللغه العربيه حيل بيخلص منهج باختصار، بيخلص المنهج، فاللغه العربيه نشوفها عند الشباب الحين شوي انها ركيكه، فيستصعب انه يكتب روايته بالعربي، يستسهل اللهجه العاميه ويقول انا ابي ابيعها وابي يكون، راح يكون في انتشار وتباع النسخ والطبعات توصل ما شاء الله. نعم. لكن خلينا نقول انا افضل اللغه العربيه الفصحى على اللهجه العاميه، خصوصا ان النحو شوي صعب عند الشباب، يعني ما يحبون ماده النحو، فهذا من اكثر الاشياء يمكن اللي يبعدهم شوي عن في مدقق لغوي. انا ما اقول لك انا بالنحو توب، لكن لما اي اكتب باللغه العربيه الفصحى اودي اصدار او اودي الماده اللي عندي حق مدقق لغوي يدقق لي عليها، هو يعدل كل شيء. نعم. يعني هو ما ادري ليش الكاتب اللي يكتب بالعامي يستثقل هذا الشيء او انه يستصعبه. نعم. انت اكتب باللغه العربيه واكو مدقق يدقق من وراك. نعم. اذا رجعنا يعني مثلا في مصر منتصف القرن الماضي اشتعل الخلاف شوي بين نقاد المفكرين مثل طه حسين وكبار الروائيين والمسرحيين احسان عبد القدوس، يوسف ادريس، توفيق الحكيم، وبرر احسان عبد القدوس اعتماد العاميه ان هالشيء يبي يخلق مثل ما سماه جو. شنو المقصود بالجو؟ خليني اقول لك، الاديب الكبير طه حسين رفض تام انه يكتب باللغه العاميه، يعني كانت كل كتاباته باللغه العربيه الفصحى، يعني يرفض رفض تام انه يكتب باللغه او خلينا نقول باللهجه العاميه، اللي خلينا نقول في مصر اللهجه العاميه المصريه اللي هي اللهجه. لكن احسان الاستاذ الكبير احسان عبد القدوس لما كتب باللهجه العاميه، كانت اغلب كتاباته باللهجه العاميه، صحيح كان يكتب باللغه العربيه الفصحى، لكن الحوارات كان يحطها باللهجه المصريه اللي هو اللهجه المحليه المصريه، فانا مثل ما يقول مثلا اجذب القارئ او مثلا اخليه يشد، مثلا انا خصوصا شنو يقول مثلا انا يعني شلون اوصلك المعلومه، هذه الفكره اللي قلتها لك في البدايه، انه يحاول من خلال الكتابه هذه يكون قريب عند المواطن البسيط، قريب بالضبط، قريب من القارئ نفسه. مثلا في مصر لما يكتب باللهجه خلينا نقول الشعبيه او اللهجه المحليه الشعبيه المصريه، قاعد يقول قريب من الشعب نفسه، قريب من الشعب نفسه، الشعب المصري، فيشوف انه مثلا اوكي انا اكتب لك المقدمه واكتب لك اي كل شيء باللغه العربيه، لكن الحوار بين اي شخص اكتب باللهجه المصريه الشعبيه، وكان دائما ما يستخدم اللي هو مثلا الامثال الشعبيه. نعم. الامثال الشعبيه مثلا مو باللغه العربيه الفصحى، كان يحطها يمكن حتى مثل ما شفنا حاليا بعض المطربين الشعبيين في مصر تلاقينا يعني ينزل اغنيه باللهجه والكلام الشعبي البسيط جدا. شوف التوزيع بالملايين، يعني شوف الحضور عكس الفنانين الكبار. وانت قلتها قاعد تستخدم اللهجه المصريه الشعبيه البسيطه. أيوة. لان مثلا ما شاء الله مصر كبيره، في صوب الاسكندريه والقاهره وغيره ترى مو كلهم راح يفهمون بعض، او في بعض المصطلحات ممكن ما يفهمون بعض. عرفت شلون؟ فلما لازم يستخدم شيء بسيط بحيث ان الكل يفهمه. نعم. حتى لما انتقد طه حسين لجوء توفيق الحكيم لاستخدام العاميه في رواياته، الحكيم شنو رد عليه؟
قال له بأني أريد أن أقدم الطبيعة بشكل غير مصطنع، يعني عندما يتحدث عن العتال أو الفراش وسائق التاكسي وهم ما يجدون الفصحى يعني. صح. فأخذها بأن أنا أكون مع الناس البسطاء عشان يفهموني. هل الحجة هذه تعتبر حجة صحيحة؟ لا، هو لما استخدم هذا الشيء مو عشان الناس يفهموني أو الفراش أو العتال أو غيره يفهمني أو سائق التاكسي، هو كان حتى اللي يكتبون العامية بالكويت يعني يقولش نفس المبرر. من ناحية الكويتيين لما يكتبون هذا الشيء، لا ما أقصد إنهم يبررون هذا التبرير أو يستخدمون هذا العذر. هو السبب إنه قال هذه، حط هذا السبب أو حط هذا التبرير، يكون تكون اللهجة، عفوا الحوار باللهجة المحلية. لأن هو مو قادر يتصور إن مثلا الفراش أو سائق التاكسي مثلا ما يكون من ديرتي وقاعد يتكلم، تخيل يتكلم بلهجتي مثلا ولا يتكلم باللغة العربية الفصحى. هو مو راضي، مو قادر يستوعب، هو يبي يخلي الروايه واقعيه كثر ما يقدر. فشرح الروايه يكتبها باللغه العربيه، لكن الحوار مثلا يقول له انا احطها باللهجه نفسها، باللهجه المصريه مثلا. لكن طه حسين يقول لا، اكتبها باللغه الفصحى، باللغه العربيه الفصحى. لكن توفيق الحكيم يقول لا، انا اكتبها باللهجه المصريه، عشان باللهجه المصريه انا مو قادر استوعب او اشوف انه مثلا سائق التاكسي يتكلم لغه عربيه او الفراش يتكلم لغه عربيه، فاكتبها بلهجته هو شلون ينطق الكلمات وينطق الحروف. هذا يمكن حتى تفكيره انه يتوسع بالانتشار باكثر عدد ممكن من المواطنين انهم يقرونه، يعني حتى الشخص المثقف لو قرب العاميه راح يفهم عليه. والشخص البسيط نفس الطريقه. بس قاعد اقول لك ما يقدر يطلع برا دولته، ما يقدر ينتشر حد محلية، ما يقدر ينتشر مثلا على الوطن العربي اذا كان باللغه العربيه. خلينا نقول الروايه العربيه. اخذ فكره بعد، بما ان الاعمال المصريه الدراميه منتشره بالدول العربيه من زمان وهي الرائده، فقال لك يعني الكل عارف اللهجه المصريه فراح يفهمون عليك. خليني اقول لك شغله، مثلا مساء انا لما انتقلت طه حسين واحسان الاستاذ احسان عبد القدوس. احسان عبد القدوس ترى كان يكتب صحيح باللهجه، خلينا نقول المحليه المصريه، لكن جاته فتره انقلبت الآية وقام يكتب كله باللغة العربية الفصحى. هذه قصة سامعتها وقاريتها للأمانة، فمو متأكدة من صحتها. إنه في يوم من الأيام مسك رواية أو كتاب باللهجة العراقية وقرأ وما فهمه، مني استوعب إنه أوكي بالعامية يعني. بالعامي العراقي، فأنا بالمصر مو قادر أفهم اللهجة العراقية، فأكيد بالعراق مراتي ما راح يقدرون يفهموني أنا باللهجة المصرية. فانتقل، فصارت ردة الفعل واقتنع ان اللغه العربيه هي الرائده وهي اللي هي الام، هي الام اللي الكل راح يفهم عليك. بالضبط. يمكن البعض يبرر بعد او يشوف ان الكتاب اللي يكتبون باللهجه العاميه، بما ان احنا نتكلم عن الكتاب اللي عندنا، بانهم يمكن عندهم ضعف باللهجه العربيه الفصحى، فحاب انه يبتعد عنها بقدر الامكان علشان ما يدش في كثير. ندري اللهجه العربيه الفصحى يعني فيها مصطلحات وكلمات، اذا ما كان الشخص متمكن منها وعارفها وقاري وفاهمها ما راح يقدر يكتب اصلا. صح. فهل من الممكن ان يكون هذا شيء صحيح فعلا، ان ضعف اللغه العربيه عند بعض الكتاب يبعدهم عن اللغه العربيه ويروحون يتجهون للهجه العاميه؟ اول شيء قلت انهم ما يقرون، شلون كاتب وليس بقارئ؟ الكاتب لازم يكون قارئ ولو بالشيء البسيط. قارئ يتشبع. هلا؟ القارئ يتشبع. هو الحين الكلمات ترسخ معاه كثر ما يقدر. زين، هو شلون الحين يبي يكتب كتاب ومو عارف حتى الكلمات، ابسط الكلمات، فيضطر انه يستخدم اللهجه العاميه. اول شيء مو بس انه هو ضعف، انا لما مثلا اكون ضعيفه باللغه العربيه وفلان ضعيف باللغه العربيه وضعيف 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 باللغه العربيه، انا ما راح احس ان انا بضعف، راح نكون احنا كلنا نفس المستوى، كلنا نفس الافرج، فما احس نفسي انا ضعيف. نعم. فهم لما يستخدمون اللهجه العاميه مو لان هم يحسون بالضعف. نعم. لكن يحسون ان انا ما راح اقدر اكتب باللغه العربيه، شنو اكتب باللغه العربيه؟ اكتب بالكويتي، الروايه راح تنباع وراح انتشر على مستوى الكويت، بس هو ما فكر على مستوى الوطن العربي مثلا او مستوى. نعم. الخليج، ممكن الخليج لان اللهجات متقاربه جدا. يعني بس نقول النظره كانت قصيره عندهم، بس النظره كانت قصيره. لكن وايد اعرف كتاب كتبوا بالعامي وبعدين اتجهوا اللغة العربية، وما أقول لك أنهم تحسفوا أنهم كتبوا بالعامي، لأن ما يكون إصداري هو ترى مثل الظنة والعيالي، يعني أنا تعبان عليهم، لكن يقول لو كنت كاتب مثلا باللغة العربية كان أفضل، لكن ما يتحسف بشكل عام، لكن يحس أنه لو كان كذي أفضل، فيتجه للغة العربية الفصحى بعد بدايات تكون باللهجة العامية. نعم. وايد أكثر. نعم. من شخص أنا عارفة سوى هالحركة. أستاذ فاطمة، عندنا فاصل ومن بعدها نرجع إن شاء الله نكمل حوارنا معك. فاصل مشاهدينا وراجعين، خلوكم معنا. We'll be right back.
رجعنا معكم مشاهدينا، نستكمل حوارنا مع الكاتبة الروائية أستاذة فاطمة الخياط. رحب بك مرة ثانية. أستاذة فاطمة، تعتقدين أن اللغة العربية الفصحى يعني قاصرة عند بعض المطالبين بالعامية الروائية، وأن التعبير باللغة العربية الفصحى ممكن أنه ما يكون يشدهم أو ما يستوعبون كثير من الكلمات؟ يعني نقصد الأشخاص اللي يأيدون الكتابة باللهجة العامية. يعني عفوا بس مره ثانيه السؤال. الاشخاص اللي يأيدون الكتابه باللهجه العاميه، أوكي. هل عندهم ضعف؟ يعني احنا تركنا الكتاب، أوكي. المؤيدين والقراء، أوكي. عندهم ضعف باللغه العربيه الفصحى، فحاب انه يقول لك انا والله خلني اقرب العامي، استوعب القصه او الروايه واستمتع معاها بدل ما اقراها باللغه العربيه الفصحى، ويمكن نص الروايه ما افهم كلماتها اصلا. قلت لك هذا بسبب ضعف اللغه العربيه عنده، فلما يقرا اي كتاب باللغه العربيه او روايه باللغه العربيه يستصعب بعض الكلمات وبعض المصطلحات، يعني حتى ما يقول ابطل مثلا قاموس او ابطل شيء اشوف معنى هذه الكلمه. مع انه بالتليفون يقدر يطلع معنى الكلمه بكل سهوله، فيلجأ للهجه العاميه، يقول انا استسهلها، وما كله في بالهم اذا باللهجه العاميه يعني تكون روايه حديثه مثلا تتكلم عن العصر اللي احنا فيه مثلا 2016 2017، فيستسهلها فيقول اوكي يعني نفس مستواي ونفس خلينا نقول نفس الجيل اللي انا فيه، فلما نفس الجو نفس الجو اللي انا عايش فيه الحين، اكيد الروايه حتكون كذي مثلا، سواء كانت غموض او رومانسيه او غيرها من الروايات، لكنها تكون يعني يستسهل القراءه فيها، وانه يشوف انه باللهجه العاميه يلا بسرعه قاعد افهم الكلمات، يلا خلص الكتاب. لكن ما قلت لك انا ارفض الكتابه باللهجه العاميه، لكن اللغه العربيه هي السائده، هناك الكثير من الافكار الرائعه والجميله جدا، لكن حسافه ان انكتبت. يعني ما شاء الله عليك، انت ملتزمه باللغه العربيه الفصحى بكتاباتك، مع ان حتى لما ناخذ مثلا روايتك اسفل فيلكه او اسفل فيلكه، هالروايه هم بعد تروي احداث حديثه يعني بالوقت الحالي، وهم بعد كتبتيها باللغة العربية الفصحى، يعني ليش هالالتزام عندك باللغة العربية الفصحى حتى لو كانت الرواية يعني حديث. رواية حديثة في هالوقت؟ مثل ما قلت لك، أول شيء أنا أفضل اللهجة، عفواً أفضل اللغة العربية، وأيد اللغة العربية على اللهجة العامية، يعني حتى من قبل لا أبدأ أصدر إصدارات وأكون كاتبة، يعني ما كنت أقرأ كتب باللهجة العامية، كنت دائماً كتب باللغة العربية. احسها يعني تصل الى القلب اكثر، يعني احس فيها احساس اكثر من اللهجه العاميه، مع ان البعض ما يأيدني ويشوف ان لا اللهجه العاميه اسهل لي واقرب للقلب، صحيح، لكن انا اشوف ان اللغه العربيه هي اقرب. يمكن بدال الروايه اللي باللغه العربيه الفصحى ما تاخذ 3 اشهر، بالعاميه يمكن تاخذ شهر او اقل بالكتابه مثلا. اي لان اشياء مصطلحات سهله، مصطلحات سهله، اي، لكني مثل ما قلت لك انا كتبتها باللغه العربيه لان انا ايد اللغه العربيه، وابي اوصل، حتى ما اقول لك انه ما كان فيها اخطاء مثلا املائيه كانت متروسه من وديتها حق المدقق، لكني وديتها حق مدقق ودقق لي ورد لي اياها، قال لي فيها اخطاء وانا عدلت عليها ورديت لك اياها، لكن المقصد كله ان انا اكتب باللغه العربيه ما اكتب باللهجه العاميه يعني. نعم. اسفل فيلكه، كلمينا شوي عن هالروايه. الروايه هي مثل ما قلت لك هي حديثه، تاخذ فتره 3 اوقات زمنيه، سنه 90 91 و2013. سنه 90 كان الغزو، اخذت من الغزو وفوقها. سنه 90 كان الغزو، سنه 91 صار حدثين، سنه 91 تحررت الكويت، وفي نفس الوقت كان برا، خلينا نقول احنا من دول العالم العربي، لكن برا باوروبا من اقصى بروسيا كان انهيار الاتحاد السوفيتي شهر 8 سنه 91. انا شنو احب تعرف لما انت تشوف احداث حقيقيه قدامك، لكن تحط قصتك وحدث من عندك وفكرتك وتسوي رواية. هذه كانت طريقتي، أنا استخدمت الغزو وانهيار الاتحاد السوفيتي وسويت روايتي، عرفت الطريقة؟ يعني كان انهيار الاتحاد السوفيتي. شو اللي أضفتي يعني على الرواية؟ يعني لما نتكلم عن حدثين مهمين وحقيقيين. حقيقيين. شو اللي أضفتي معه؟ أضفتها أن سنة 2013 أنا كنت موجودة في فيلتشا، كنت موجودة مع أهلي رايحة، شفت الجيش الأمريكي هناك كان عندهم مثل تدريبات أو شغلة كذي. فقعدت اسال شنو ليش عندهم هالتدريبات؟ وقالوا انه مجرد تدريبات، اوكي هيك مجرد تدريبات، انا شنو صار فيني؟ اوكي تدريبات، وسنه 91 صار كذي، وسنه 90 عندنا الغزو والتحرير، ليش ما اسوي روايه منها؟ سويت ان
انا شنو كان المقصد؟ ان انا ابي احط معلومات تاريخيه للقارئ، مو كان ما كان في هدف او فكره الروايه كثر ان انا اوصل معلومات تاريخيه للقارئ بطريقه روايه وطريقه سلسه. فقلت ان مجموعه شباب ويسرون حق بعض رايحين فيلتشه يبون يشوفون الاثار القديمه، هذا تكلمت عن الاثار ان في فيلتشه فيها اثار من صحيح. الغزو ان فيلتشه تصك بعد الغزو بالتحرير عفوا فيلتشه انهجرت، وصحيح فيلتشه انهجرت فتره بعد التحرير ما حد قام يروح لها، تمنوا البيوت وطلعوا هالفيلتشه بالضبط، ففيلتشه كانت مهجوره. اوكي شنو وجود الانهيار السوفيتي؟ الكل العارف لما انهار الاتحاد السوفيتي الكل كان يبي بس يبي ياخذ شيء من روسيا يبي يمسكها. فانا قلت ان في عالم هناك انحاش من روسيا لانه كان عنده مثلا مختبر ويبي يسوي شغله معينه، هذه الشغله المعينه راح تاثر على خلينا نقول الكره الارضيه، مو الكره الارضيه لكن بروسيا نفسها، راح تاثر على روسيا نفسها. فمثل محاولات اغتيال وغيره وغيره. فقلت انه هو الحين العالم انحاش، عشان العالم انحاش مع اختراعه، يعني فيها اكشن، فيها اكشن، هو انحاش مع اختراعه، وين يروح؟ وين؟ عندي فيلتشه، عرفت شلون؟ يعني فيلتشه الروسي؟ عندي اي الروسيا فيلتشه، انا عندي فيلتشه فاضيه سنه 91 شهر 8 فاضيه الجزيره، شنو فيها؟ هم هناك عندهم الانهيار السوفيتي، انا هني توني ديره متحرره، صدقني ما حد راح يفيلتشه يشوف شنو فيها، فان عرفت شلون؟ فجبت العالم الروسي سكن في فيلتشه، زين وين سكن في فيلتشه؟ مو انا قلت لك في اثار قديمه؟ الاثار القديمه عباره عن بيوت يعني زين من ايام العصر القديم، يعني سكن في هذه البيوت القديمه ايام العصر القديم. واللي يقرا عن تاريخ فيلتشه انا حاطه بالروايه فيلتشه فيها ابار مياه عذبه، هي جفت لكن بالروايه قلت انها هي مو جافه هو يقدر يستخدمها، اما من ناحيه الطعام هذا العالم الروسي شلون يقدر ياكل؟ البحر موجود يعني عندنا الخليج ما شاء الله كل شيء فيه يعني. بالضبط. فيعني انا كل شيء موجود قدامي انا استخدمه، عرفت شلون؟ العالم او خلينا نقول خيال الكاتب، يعني خيال الكاتب، كل شيء موفر قدامي، كل شيء مسخر لي انا ككاتب، انا بس اني استخدم المادة اللي قدامي واحطها باللي انا ابي. نعم عرفت شلون؟ هذه كانت الطريقه. اما وجود صار في العالم الروسي اخر شيء انا اقول لك هذا الكلام كان سنه 91 2013 مو مجموعه شباب رايحين يشوفون الاثار شافوا العالم الروسي واكتشفوا وجوده، اكتشفوا شيء المفروض ما حد يكتشفه، انت لازم تقرا الروايه عشان تعرف، ما راح اقول لازم تقراها. اوكي وجود امريكا، احنا ليش مستخدم حاطه امريكا 2013؟ هم رايحين حق خلينا نقول اللي هو التدريبات، لكن انا استخدمت ان في مجموعه منهم من الجنود ما كانوا رايحين حق التدريبات، رايحين يبون سامعين عن وجود عالم روسي هناك. زين هم شلون دروا عن وجود عالم هذا العالم الروسي؟ شلون؟ لا تقرا الروايه ناس تقراها. خلينا نقول ان احد افراد الاتحاد السوفيتي صادوا هناك في امريكا وبعد التحقيق وياه لقوا ورقه صغيره، في هذه الورقه فيها احداثيات، الاحداثيات تدل على هذه الجزيره. هو كجيش امريكي لما راحوا عندهم تدريبات صح، لكن مجموعه منهم راحوا بمهمه سريه، مهمه خاصه سريه عشان يكتشفون وجود هذا العالم. وبالصدفه انا استخدمت وجود كان كون ان الاحداث كلها في جزيره كويتيه خلينا نقول عربيه، فاستخدمت وجود ابطال شباب من الكويت انهم كانوا رايحين للجزيره مجرد استكشاف ودشوا في هالسالفه والمعمعه كلها. نعم هذا خيال الكاتب، يعني دائما نعم. يكون هو من اجمل الابداعات اللي تكون موجوده في القصه، يمكن حتى لو كان فيها اشياء حقيقيه لكن الابداع والخيال يعني يضفي جو جميل على بالضبط. خليني اقول لك شغله، يعني اغلب الناس للحين مو راضيين يستوعبون، يقول شنو اللي صدق وشنو اللي مو صدق. مثال بسيط، فيلم تايتانيك السفينه غرقت ما شنو، كان فيها قصه رومانسيه، قصه حب صحيح، قصه الحب اساسا مو حقيقيه، مو موجوده، مو حقيقيه، لكن هذا من خيال المخرج أصلاً. من خيال المخرج والكاتب والمؤلف. لما انا الحين ابي اسوي مثلا هو سوى القصه شلون غرقت السفينه ومنو كان موجود فيها ومنو ما كان موجود فيها وشنو صار بالضبط، حط هذه القصه عشان يجذب القارئ او عفوا يجذب المشاهد صحيح انه يشوف الفيلم. لو انا بسوي قصه السفينه شلون غرقت ترى راح يكون فيلم وثائقي صحيح، فمنو بيشوف الافلام الوثائقيه في هذا الوقت؟ لكن اذا حطيت شيء يجذب المشاهد راح يشوفه وراح ينجح الفيلم. صحيح. من خلال تجربتك الروائيه ومتابعتك بالذات، احنا يعني قبل فتره بسيطه كان معرض الكويت الدولي للكتاب، شلون تشوفين حضور الروايات من ناحيه اللهجه العاميه والروايات في اللغه الفصحى؟ وين كان الحضور الأكبر بالنسبة للقراء والمتواجدين في المعرض؟ خلينا نقول ثلثين كانوا متجهين، القراء ثلثين منهم كانوا متجهين ناحية القراءة باللهجة العامية. ثلثين
لأن أمانة المتواجدين، أنا تقريبا كنت متواجدة بشكل يومي، الموجودين أغلبهم من عمر 17-15 إلى عمر خلينا نقول 30-35. زين. خلينا نقول 30 من 15 إلى 30 35، أغلبهم يبون باللهجة العامية الأغلبية. ما عطاك حافز إن تكتبين بالعامية هالشيء؟ ولا مصممة إلى اليوم؟ مصممة على اللغة العربية. ما في مجالنا تكتبين بالعامية. لأن أنا أقول لك عندك رواية أسفل فيرتشا هي باللغة العربية، وأنا أقدر أوديها مثلا دول المغرب راح يفهمون شو الموجود، لكن شوف وجود شوف هو شيء بسيط ما خلاها تنتشر، شيء بسيط اسمها أسفل فيلكة، تتكلم عن مكان معين في دولة معينة وهو باللغة العربية الكتاب، فما بالك الكتاب كله راح يكون باللهجة العامية، ما راح صعب انه يروح مكان ثاني، هو اسم عنوان الناس تقول لا هو مختص في دولة معينة، اوكي فانا ليش اشتري مثلا لما الكتاب يروح برا يسافر معارض الخليج، هو بعد معارض الخليج لما يروح يقول لك اوكي يشترونه وما يشترونه، لكن لما يشوفون فيلتشا يقولون اوكي هذه استخدمت العنوان اسمها فيلتشا فاكيد قاعده تتكلم عن شغله بالكويت، فانا ليش اشتري؟ يبون شغله غير، فما بالك اذا الكتاب كله باللهجه العاميه واللهجه المحليه كويتيه عاميه، فمن برا شلون يبونه؟ فانا افضل اللغه العربيه عشان الانتشار اكثر. استاذه فاطمه، بعض التربويين قاعد يتكلمون يعني يشوفون ان اللهجه العاميه والكتابه باللهجه العاميه بعد انتشارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، يعني كنت تعودنا دائما أن تكون دائما الكتابات باللغة العربية الفصحى، سواء في الصحف، في الأخبار، في كل شيء، في المدرسة، القرآن الكريم اللي نقرأها دائما، لكن الكتابة بشكل كبير باللهجة العامية في الفترة الأخيرة التربويين يحذرونها، ممكن الجيل القادم تأثر شوي على لغة العربية الفصحى، هل أنت مع هالشيء؟ إيه طبعاً، يعني إذا أنا أقرأ باللهجة العامية وأنا بالبيت أتكلم باللهجة العامية بالمدرسة أتكلم باللهجة العامية، إذا كنت طالب باللهجة العامية شلون راح أقوي عندي اللغة العربية؟ يعني تخيل حتى بامتحان اللي هو الكتابة صعب يستصعبه ويشوف أنه يعني جهاد أنه بس يكتب لفقرة من 5 أو 6 أسطر. فنعم أشوف من ناحية التربوي لما يقولون هذا الشيء راح يأثر على الجيل القادم، فأنا أشوف إيه إنه راح يأثر على الجيل القادم بشكل كبير، لأن الجيل مو واعي إن اللغة العربية هي اللغة الباقية وإن اللهجة المحلية هي ترى لهجة تروح وترد تروح وترد، مثلا كلمة سناب شات هي ما أقول إنها مثلا لغة أجنبية من اللغات مثلا من لغة أجنبية، أوكي أنا ما إيه أقولها ترى قبل 5 سنين ماكو شيء اسمه سناب شات، صحيح كلمة مسنجر الحين منو قام يقول مسنجر؟ كلمة قديمة مسنجر، راحت مسنجر الحين واتساب، ما تدري بعد الأيام الجاية شنو راح يقولون، عرفت شلون؟ فشيء يخلص، لكن لما أقول مواقع التواصل الاجتماعي، أول مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع التواصل الاجتماعي راح تظل مواقع التواصل الاجتماعي، عشان لما أقول إنترنت هي لغة هي أجنبية لكنها خلينا نقول مستحدثة واستخدموها باللغة العربية، لكن إذا بتكلم اللغة العربية الفصحى ما أقول إنترنت، أقول الشبكة العنكبوتية. عرفت شلون؟ فاي راح ياثر وايد يعني عليهم. البعض يمكن يقول ان اللغه العربيه بحاجه الى تعاطي جديد من خلال استخدامها في الكتابه الروائيه، يعني هالشيء يعرفونه بتفصيح العامي المالوف، هل انت مع هالشيء؟ اي انا مع هالشيء، ولان اذا انا بكتب باللغه العربيه الاصيله ترى ما راح اقدر، يعني تدري شو معناته اللغه العربيه؟ اللي يكتب يمكن ما راح يفهم اللي قاعد يكتب. اي يعني اللغه العربيه لما اقول اللغه العربيه اللي حيل يعني عربي قح حيل ما راح اقدر، يعني حيل صعب، فانا اللي اكتب فيها يسمونها اللغه العربيه البيضاء او لغات الجرايد. نعم. اللي هي لغه عربيه مستحدثه مثل ما يقولون. انا افهمها، اي قارئ من اي دوله عربيه راح يفهمها، لكن لما استخدم اللغه العربيه يعني ترى معناته اللغه العربيه حيل قويه، يعني صحيح قوية اللي هو الكلمات ثقيلة، كلمات مصطلحات قوية، مصطلحات وكلمات حيل ثقيلة، فمراد حيل ثقيلة، حتى أنا يمكن كتبت ممكن الكلمات أعرفها لازم أبطل قاموس عشان بس أعرف هذه الكلمات. وين تشوفين المستقبل للكتابة باللهجة العامية ولا الكتابة باللغة العربية الفصحى؟ اللغة العربية الفصحى مثل ما قلت لك أكو كلمات مع الأيام راح تروح وتندثر خلاص، بغض النظر عن المصطلحات الشعبية اللي إحنا نستخدمها يعني بيننا وبين بعض، لكن في كلمات احنا اذا احنا نتكلم عن هذا الجيل ترى كلمات قاعد تخلص، مثل ما قلت لك كلمه مسنجر خلاص راحت، صحيح، ففي كلمات خلاص قامت تتخلص، فاستخدم الكلمات استخدم اللغه الباقيه اللي هي اللغه العربيه، اما اللهجه المحليه ترى مع الوقت خلاص راح اقول انه خلاص اللهجه
يعني ما اقول خلص لان احنا قاعد نتكلم كويتي ما راح تخلص اللهجه الكويتيه، لكن الكلمات اللي قاعد استخدمها في الروايه يوم من الايام راح تصير قديمه. ف ليش انا يعني الكاتب بين فتره وفتره لازم يلقح كتابه، لازم يلقح، وانا امشي ولقح امشي ما راح اخلص، لكن اللغه العربيه يعني راح تضل يعني مهما يكون الكتاب يظل مكانه. نعم. استاذه فاطمه، وصلنا الى نهايه الفقره. الله يعطيك العافيه. اللي اعتقد استمتع مشاهدينا من خلالها معك وما قدمتي من خلال هذه الفقره. اذا في كلمه اخيره حابه تقولينها في نهايه هذا اللقاء او نصيحه للشباب ممكن تبين يكتبون بالفصحى ما تبي العامي بالمره. اول شيء الله يعطيكم العافيه وما قصرتوا. بالنسبه للي يكتبون باللهجه العاميه، انا قلت لكم ما ارفض اللهجه العاميه وما انتقدكم، مرات انتقد امانه انتقد. لكني انا اشجع ان وجود كاتب مثلا عمر صغير انه قاعد يكتب بالتعش بدايه العشرين، هو قاعد يكتب، اوكي اذا قاعد تكتب باللهجه العاميه اكتب باللهجه العاميه، لكن خليك شلون اقول له، حاول تكتب باللغه العربيه شوي شوي، تقدر باللغه العربيه لا تستصعبها. اكو مدققين، احنا ترى احنا بيننا وبين بعض الكتاب نساعد بعض، ما نرفض مساعده احد ثاني ما يطلب منا المساعده. اكتب باللغه العربيه، يعني هي نصيحه 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 مني انه يكتب باللغه العربيه، وراح يشوف مع الايام ان اللغه العربيه هي اللي راح تظل، كتاب باللغه العربيه هو هذا. اما اللهجه العاميه ترى مع الوقت شوي صعبه، يعني نقول احنا لهجتنا العاميه نعتز فيها، ولكن تبقى اللغه العربيه دائما مثل ما قلتي هي اللي باقيه وهي اللي مستمره. ومثل ما نشوف اليوم مو بس كتاب يعني مثل القران الكريم انه يبقى الى نهايه هذه الارض الى ما شاء الله، لكن حتى الكتب القديمه للعلماء والمفكرين الى اليوم من 1200 سنه و300 سنه و1000 سنه ومئات السنين، والكتب الى اليوم موجوده والكل عارف يقراها، يعني سواء العرب او حتى المسلمين اللي من غير العرب اللي يتعلمون اللغه العربيه. يعني انا قاعد اقول لك اللهجه العاميه انا ما ارفضها، يعني انا ترى لما يصور فيها قاعد اتكلم باللهجه العاميه وقاعد اتكلم وياك لغه عربيه، لكن بالكتابه بينك وبين بعض مثلا سوالف في الواتساب وتويتر عادي انا ترى اكتب باللهجه العاميه، لكن قاعد اتكلم عن شغله انا ابي القارئ يقراها، ابي الشخص يستفيد منها، اذا ما استفاد من الفكره ولا ما استفاد من معلومه على الاقل يستفيد من اللغه نفسها. وجود بعض الكلمات انه يستفيد منها، فاللغه العربيه انا اشوف ان فيها الاستعارات والتشبيهات جدا جميله. كل الشكر لك الكاتبه الروائيه فاطمه الخياط، شكرا جدا. الله يسلمك ما تقصر. يوفقك ونشوفك ان شاء الله في كتابات وروايات قادمه. اللهم امين اجمعين يا رب ما تقصر. مشاهدينا انتهت هالفقره، عندنا الفقره الثانيه لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.